هي أكيد المرأة يعني من قبل وقت كنا بسوريا كان الوضع مختلف تماما. إن بسوريا كانت المرأة ما عم بتعاني من متاعب الحياة، يعني كتير الوضع اختلف علينا ما بين سوريا وتركيا. يعني هون المرأة كتير عم بتعاني بأمور الحياة، بأمور البيت، التدبير، طريقة التعامل مع الأطفال، طريقة الدراسة، يعني فيها معاناة كتير. كل عام وانت بخير. ودائما الأم والمرأة هي العضو الفعال، وكانوا يقولوا نصف المجتمع هي المجتمع بحاله. أنا بظن تقريبا صارت، لأنه هي اللي عم تربي، هي اللي عم تنشأ الأسرة، هي عم تنشأ جيل متعلم متطور متفهم. هي العاملة، هي الأم. بتمنى أنه المرأة السورية دائما تثبت وجودها بأي مكان تكون هي حالة فيه. بوجه رسالة لجميع السيدات السوريات، بحب أقول لهم أنه كوني قوية، يعني كوني قوية بذاتك، كوني حرة. يعني أنت بهالفترة قدرتي تثبتي نفسك وبقي مثل ما أنت، كوني كما أنت، يعني مثل ما بيقولوا لا تستسلمي. ويعني إن شاء الله، يعني هي نظرتك، نظرة التفاؤل بتعطيك دائما القوة والاستمرار بالحياة. بتمنى لهم هيك يكون لهم فرص كمان أكتر هون بتركيا. يعني صار الوضع صعب، شفت كل الناس نزحت لهون. يعني بنتمنى إنه يكون لهم يعني شغل حلو، ونتمنى بالأخير إنه نرجع لسوريا. المرأة السورية طبعا أثبتت جدارتها وقوتها وخلال الثورة السورية. بتمنى أنه تأخذ دورها القيادي على أكمل وجه، وخاصة في أماكن صنع القرار. فأنه نحن بحاجة، لأنه في عنا كتير شخصيات رائعة سوريات، فبحاجة أنه هن يظهروا ويأخذوا أماكنهم الحقيقية في أماكن صنع القرار، ما يتم استبدالهم بنساء ما عندهم أي فكرة عما يجري بالواقع المرأة السورية بشكل عام. إذا بدي أقول مناسبة عيد المرأة، فيعني لا عيد للمرأة السورية بدون وطن حقيقة. يعني هلأ بالنسبة أنا لحضرتي مثلا بالمناطق الحدودية لسوريا، يعني أنا عيد فيني عيده وأهلي مشردين، بعض الأشخاص ما بعلم عنهم أي شيء، ما إلي صلة تواصل بأصدقائي بعملي، أنا خسراني كل شيء. فأي عيد ممكن يعوضني هذا الشيء اللي راح؟ المرأة السورية لا عيد لها بدون وطن.